انزل يا اخويا انزل. ده انت نهارك زي وشك، لو كانت طياره الحاج وصلت الحاج هيودينا في داهيه. انا اعمل ايه يا استاذ شحاته؟ ما انت نايم طول الطريق والدنيا كانت زحمه والعربيات قفشت ببعضيها. انت هتحاسبني ولا ايه؟ اسكت خالص، انت هتودينا في داهيه. اسال مين دلوقتي؟ اسال مين؟ لو سمحتي، هو الحاج فواز الصياد ما جاش معاك على نفس الرحله اللي جايه من العمره؟ وات؟ ار يو كريزي؟ الحمد لله طمنتيني. يعني انا اغيب يومين تتعطل الدنيا؟ لا اله الا الله، رمضان كريم يا سيدي. بس اسم فواز الصياد ده اسم كبير وعندنا مواعيد لازم نحترمها. يلا كلام موزون، سلام عليكم. فواز بيه، رب صدفة خير من ألف ميعاد. سليم الأشقر. الله، هو الاتفاق كان إننا هنتقابل في المطار؟ إحنا اتفقنا إنه هنتقابل أول ما هوصل على مصر، وأنا بعد جاي من بيروت. يا ألف حمد لله على السلامة. يا أهلا، كيفك؟ أستأذن أنا بقى عشان يا دوب ألحق الفطار، وإحنا على ميعادنا، نتكلم في التليفون وآخدك أفرجك المول الجديد. كتير منيح، إذا ما معك سيارة بنوصلك بطريقنا، بنتي جاية تاخدني. لا لا أنا عربيتي هنا. يا أهلا يا أهلا يا حاج، الحمد لله على السلامة، عمرة مقبولة إن شاء الله. تأخرت ليه يا شحاتة؟ يا حاج أنت عارف بقى الشوارع زحمة وأنت عارف نهار رمضان، كل سنة أنت طيب. طب يلا خد الشنط. حاضر يا حاج. لك يا بابا، وين كنت كل هالوقت؟ صار لي ساعة منبش عليك. شوفير ما إجا بس طلبت لك أحلى ليموزين. فواز بيه، بعرفك على بنتي مايا، بتدرس هون بالجامعة الأمريكية. بسم الله ما شاء الله. فواز الصياد أشهر مصمم أزياء محجبات بمصر كلها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، لا مؤاخذة ما بسلمش. ما بتسلم كرمال رمضان؟ لا، كرمال ربنا. العربية جاهزة يا حاج. إيه ما في داعي نعطلك هلا. مايا وين عربية الليموزين؟ ليموزين إزاي؟ معقولة سليم بيه الأشقر يكون موجود عندنا في مصر في ضيافتنا ويركب ليموزين؟ شحاتة. نعم يا حاج. أنت فهمت طبعا هتعمل إيه؟ فهمت يا حاج. خد الشنط على الليموزين والجماعة يركبوا معايا. اتفضل يا سليم بيه. اتفضل يا سليم بيه. شكرا شكرا. اتفضل يا ست الكل. رمضان كريم يا حاج. كله بما يرضي الله. أنا بقول نقرا الفاتحة بقى عشان ربنا يبارك لنا. لك أي فاتحة؟ ما تتخضيش قوي كده، دي فاتحة تعارف. إيه بس نحن بعد ما تعرفنا. هيحصل طالما القلب نضيف وده شغال. أنت كيف بتقدر تدخل قلوب الناس بهالسرعة؟ الحقيقة اللي ما بيعرفك بيخسرك. شو رأيك يا مايا؟ الظاهر إنك ركبت دماغ البابا بسرعة، وهيدا الشيء نادر ما يصير. الحمد لله، ما احنا قلنا انه هيحصل. ما تسمعونا الفاتحه بقى ولا مش حافظينها؟ لا لا حافظينها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هو ما يحسش انه في رمضان الا اذا كان من المكرونه بتاعته. شم ريحتها يا بنتي يا زينب؟ وخرمت مناخيري يا ستي، اللهم اني صايمه. صحيح هو اتاخر قوي، ده خلاص المدفع قرب يضرب. قلبه مش هيطلعه انه يفطر بعيد عننا بعد الغيبه دي كلها. وبعدين مش انا اللي قلت ان هو رجع وهو بعد شحاته بالشنط؟ اكيد وراه مشوار مهم وهيرجع على طول. برضه ما بيردش. هريته اتصالات، يا اما مقفول يا اما يا اختي ما بيردش. بجد بقى يا موري؟ وايه يا اختي؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ بدل ما تيجي تشيلي معايا طبق ولا كوبايه وتساعديني. لا اكسكيوز مي بقى يا انهار، يا حبيبتي انت عارفه ان انا ايدي مجزوعه ما بعرفش اشيل بيها حاجه. حتى اهو ارحميني، مرارتي خلاص واتشالت، هتعملي فيا ايه تاني يا سميح؟ روحي يا زينب ساعدي ستك انهار وهاتي بقيه الاكل من المطبخ. ادب يا ست. يو برضه ما بيردش. صدقي وتأمني بالله تلاقي البنت اللي قاعده فوق اللي عامله رابعه العدويه عارفه هو فين وبتخبي علينا وسايبانا عمالين نحني وننقط في نفسنا. اي ام شور شور. انا كل حاجه بعملها في البيت ده لوحدي يا ربي. فين هدى؟ كلا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله.
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق له العظيم. يا أختي مش توفر القراية دي للتهجد بالليل بدل ما تروح عليكي نومة؟ هدى يا هدى، زعلانة أنا منك، سايباني في المطبخ محتاسة لوحدي وإحنا في ساعة ضيقة. المدفع قرب يضرب، يلا نادي العيال وتعالي. حاضر أنهار. نعم هو وصل يا أختي. إن شاء الله هيوصل بالسلامة، بس أنتي قومي يلا. ربنا يرجعه بالسلامة يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج. كده الهلال ظهر والرؤية بيه. ذهب الظمأ واختلت العروض. وحشتوني. وحشتيني يا نهار. ربنا يتقبل يا حاج. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني. وحشتيني يا هدى. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني قوي يا فواز. لا إله إلا الله. الأذان لسه ما اداهش يا سميحة. يا بنت تهدي شوية مش كده. وحشتوني. أنت وحشتنا يا حاج. وحشتوني كلكم. ربنا يخليك لينا يا حاج. جبت لكم حاجات حلوة حلاوة. والنبي صحيح. شنطة ليكم كلكم. الله الله. العيال فين؟ يا عيال. يا هلا. بابا جه. بابا جه. بابا جه. بابا جه. بابا جه. على مهلك. بالراحة. على مهلك. على مهلك. الله أكبر. الله أكبر. الله كرومبا كرومبا يا حبيبي. عمد متأخرة دايما يا حبيبي. حبيبي مين صايم؟ كل صايم؟ طب يلا والنبي يا حاج عشان ما ادفع حياتي. يلا بينا خذي زي ما انا كده. يلا يلا مين هيقعد جنبي؟ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق. قال بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا تفضل. يلا بينا نصلي المغرب. يلا يا حبيبي. يلا بينا. هو ابويا ما جاش يفطر معانا ليه؟ ما زود اللحمه شويه، هو كله عيش ورز، انت بتاكل فراخ، زود اللحمه. حاضر يا حاج، ما هي لحمه يا حاج. طب يلا يلا بسرعه يا عم. عمال اخليك لينا يا حاج. ادعوا للحاج فواز ابني، كله ببركه العمر ان شاء الله. انا عاوز كله ياكل لحد ما يشبع، واللي يشبع ياكل لاخر زاده. الخير كتير والحمد لله. والغلابه اكتر يا حاج. انا اقولك انت مش هتفطر يا حاج. يا عم لما الناس تاكل الاكل هيروح فين يعني؟ نفع الناس. حاضر. اللي ناقصوا حاجه ديروا. يلا حاضر يا حاج. اللهم ديما نعمه واحفظها بالزوال يا رب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد والشكر. حاضر حاضر. يلا على الباب، مالك مسروع كده؟ ايه يا نوها مش سامعه الباب يعني؟ حاضر. ايه يا بنتي كل ده عشان تفتحي؟ يا ألف أهلاً وسهلاً. اتفضل يابا. اتفضل. ازيك يا نوح؟ الحمد لله يا جدي. ايه؟ معلش يابا البيت مكركب شوية، أصلي ما صدقت إنه علي يروح يصلي التراويح فقلت يعني أنظف كده من على الوش. ولا يهمك، بس انت سايبة فواز لوحده ليه؟ برضه حفيد الصياد يترمي الرمية دي؟ ما بيفصلش ولا ثانية واحدة يابا، وإيه دي مخلية عيني في وسط راسي أما هيجننوني. نوح مين سلمي على جده عيب؟ ازيك يا جدي؟ يا حبيبي جده. شوفي جده جايب لك ايه؟ هو
خدي يا روح اهو اتفضلي. استني قولي كمان اتفضلي. يلا يا نهى قولي لجده شكرا. شكرا يا جد. العفو يا حبيبي الجد. تشرب ايه بقى يا حاج؟ ولا اقول لك انا عندي رز بلبن من اللي انت بتحبه. سيبك من الرز بلبن، خدي الواد فواز في حضنك. الله معلش يابا هدخله جوه. ها تعالى يا حبيبي تعالى. ثانية واحدة يا بابا ثانية واحدة. معاك شوكولاتة ثانية يا جدو؟ لا يا حبيبي الجد، بس اقول لك خدي كل دول علشان هاتي اللي نفسك فيه كله. ليه كده بس يا حاج؟ ليه؟ هو انت ولا فواز اخويا يعني حارمني من حاجة؟ هروح اعمل شاي. جدو هم دول كام يا جدو؟ لا يا حبيبي جدو ما تعدهمش، لا يتقل بركتهم. يلا قومي العبي جوه. يلا وقف يا عم في الطابور انت وهو. ادعوا الفواز ليه؟ ربنا يستر ربنا يستر. امين يا رب. ويخلي الغرابه اللي بيكسوهم ويغذيهم وما يخليش نفسهم في حاجه. ودي على قد نيته. دي الصحه يا كريم. ايوه هي دي اللي عايزينها. قولوا ورايا ويجيب عليه الصحه يا كريم. ويجيب عليه الصحه يا كريم. يا شحاته هو الحاج ناوي يعملها تاني ولا ايه؟ ربنا ما يقطع له عاد يا موسى. وسعي 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 كده زي الحاج موسى. يا اهلا يا اهلا يا حاج. يا اتفضل يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون طيبين؟ شلون طيبين؟ هدى شلون طيبين؟ ازيك يا رضا؟ منور يا حاج. بص يا حاج ما فاضلش غير الشوية دول ويبقى الكل خدنا سيوف. الحمد لله. اوعى يا شحاتة تكون نسيت حد. احنا في أيام مفترجة. الدعوة تسوى كتير قوي. طب والنعمة يا حاج من بعد الفطار واقفين الوقفة دي، هتشاف منظرنا بقى عامل ازاي يا حاج؟ مالك يا دافش كده ليه؟ كله بثوابه يا شحاتة، كله بثوابه. رحت بنفسك يا مسلم زي ما حضرتك امرت لحد باب البيت، بس هم يعني معلش معلش خليها جاهزه وانا هتصرف. وابويا فين؟ مش ناوي تخلي جوزك يفكها شويه يا حياه؟ انا مش فاهم هو باع الوظيفه بتاعته دي ليه؟ الله يا بنتي كان جه يشتغل معانا وهو اولى برضه. كل حي بياخد نصيبه يابا. هو فواز رجع من العمرة؟ رجع النهاردة. بصراحة يا حبيبتي أنا مش جايني قلب أشوفك بالمنظر ده أبداً. أنا عارف إن جوزك نفسه عزيزة، بس برضه ده خير أبوكي وأخوكي، حرام تتحرمي منه يا بنتي. يابا ما أنت عارف علي دماغه ناشفة إزاي. عارف يا بنتي، عارف. جوزك راجل وابن أصل. بس انا صعبان عليا تعبك قوي يا حياتي. انا مش تعبانه يابا وراضيه بنصيبي وكحل عيني بالتراب اللي بيمشي عليه علي. يعني كنت مبهدله شويه فده من هده الحلم على العيال مش اكتر. وبعدين فواز مش سايبني يابا، الشهريه اللي بيبعتها كل شهر بتزيد ومش مخليه ناقصني حاجه. الله ربنا يزيدك يا فواز يا رب ويسعدك. طب ما تسأل ابوك يا حبيبك بقى كمان بالضحكه الحلوه اللي بيموت فيها. اهو كده شفتي الشمس طلعت والدنيا نورت. ربنا يا بنتي يسعدكم ما يحرمكوش من بعض ابدا. ربنا يخليك ليا. حبيبتي يا بنتي. السلام عليكم ورحمه الله. فواز يا حبيب ابوك. الحمد لله على السلامه يا فواز. الحمد لله على السلامه يا ابني. وحشتني انت اللي وحشتني عمر ما اقوله ان شاء الله. يا امين يا رب ربنا يتقبل. وحشتني انت كمان يا حبيبي. كان نفسي تكون معايا. وانا كمان كان نفسي والله، بس خفت بيني وبينك من الزحمه. هي كانت زحمه ايه حج؟ طيب كنت هعمل ايه انا بقى؟ احطك على الكرسي واتمشى بيك كده فوق برواقه في السطح مع نفسنا ان شاء الله. مرحبا مره جايه. انا قلت ارجع الاقيك في البيت مستنيني، وخصوصا انك عارف ميعاد رجوعي. ايه معناش على البال بقى ولا ايه يا معلم؟ شكلنا مش على البال بقى يا اخويا. يا اخويا ما انت كمان سايب لي هم ما يتلم. الحمد لله على السلامه يا حاج فواز. الله يسلمك. عمره مقبول ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. ربنا يكرمك. ربنا يكتبها لنا يا رب. امين يا رب. امين كل المسلمين ان شاء الله. بقول لك يا حاج
موجود؟ تقل عليك خير. العيال ولاد عمي رجعوا الحاجه، فانا بقول لو انت تاخد الحاجه بنفسك وتروح هناك يعني هيكسفوا منك ويعملوا لك خاطر، مستحيل يحرجوك، ما هو كله في الاخر عشان خاطر انهار. حاضر يا فوز. تمام البركه. اللي تشوفه يا ابني. حاضر. طب بقول لك ايه؟ ما يا ريت تيجي معايا انت كمان. لا لا اسمع بس كلامي. اسمع كلام ابوك امال يا فواز. يا ابني مش يمكن الايام المفترجه دي تصفي النفوس وتشيل غشاوه العين دي؟ دي عيال نفوسها سودة، نفوسهم سودة من جوه. معلش ما بقول لك ده مهما كان دي صله رحم ما ينفعش تقطع ابدا يا ابني. اسمع كلام ابوك عشان خاطر الله العظيم. عشان خاطر فواز. حاضر بروح. ما ان انا بتخنق لما بروح عندهم ببقى معلش. انت عارفني ممسك نفسي بالعافيه. معلش معلش عشان خاطر ابوك بقول لك. ماشي يلا بينا. الشاي. الولايه بتحط الشاي من غير نفس ازاي؟ بالهلاوه نعمل باصلنا. حاضر حاج. بس بيني وبينك هي وليه ناقصه؟ انا ما بقولكش. اظن الكلمتين ترد عليهم قبل ما تقولهم يا عمي. عمك ده ايه؟ تخليت فيها يا عمي. اظن احنا لسه ما بقيناش كلاب عشان ترمي لنا حته عظمه نتلهي فيها يا سي فواز. حسنات. فواز يا ابني ما بيرميش عضم ولا حدش في عيلتي الصياد ينفع يبقى الكلب. احنا بس عشان خاطر العشره وصله الدم بنزق في حواراتنا عشان نوصل اللي انقطع. اللي اتقطع عمره ما يتوصل غير لما الحق يرجع لاصحابه يا عمي. حقيقة انتوا بتكذبوا الكذبه وهتصدقوها؟ احنا ما بنعرفش نكذب يا حاج، واللي له حق لازم ياخده. ولا ايه يا جوز بنتي؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا ساكت من الاول عشان خاطر ابويا اللي بيتكلم، واللي جابني هنا برضه رضا ابويا، وخاطر مراتي انهار بنت الاصول، وعشان انا ابن اصول اتعلمت من الراجل ده يعني ايه صله الرحم. خليك لينا يا حاج وطولنا في عمرك. امين يا رب. ومديت ايدي بدل المره كتير وانتوا اللي صدتوها. ابقى انا كده يا حاج؟ عداك العيب يا ابني. وازح وازح، واللي ليه حق يشاور عليه، يشاور وانا اغرف واديله بما يرضي الله. حلو المصنع اللي فتح عليك من نعيم الدنيا. ابويا ليه في المصنع ده زي ابوك بالظبط، عملوه ايد بايد وكتف بكتف. تنكر يا عمي؟ يعني كل اللي عندكم ده احنا لينا فيه. اهو قالها لك. اغرف بقى يا جوز بنتي. مصنع ايه وكتف ايه وايد مين يا اخويا؟ المصنع ده بتاعنا وابني ده اللي طوره. ابوكوا يا دوب وقف معايا فيه، وعلى قد ما اداه خد قصاد واضعاف. مش انا اللي اقبل على نفسي ولا على ابني قرش حرام ابدا. مش اللي علمكوا كلام ربنا وصلى بيكوا في الجامع اللي يتقالوا كده؟ ويوم ما ربنا افتكر اخويا جيت لك حسنات واديتك اللي قدرني عليه ربنا واستحملت كلامك، وانا بقى عشان خاطر عظم التربه اديتك كل اللي انت عايزاه. مش كده برضه يا حسنات؟ حق ايه اللي تويت دور علينا؟ حق ايه؟ حق ايه يا عم منعم؟ ولا هتسوي؟ لا عاش ولا كان اللي علي صوته الحاج منعم الصياد. واسمعوا بقى يا اخره الاول، صله الرحم انتوا قطعتوها والدم بقى ميه، واللي بيني وبينكم مبقاش فاضل منه الا انهار، ولاجل عيون انهار انا هعمل نفسي ما سمعتش اللي اتقال، وهعدي الفرغه دي عشان ما ازعلش، وربنا ما يوريكوا زعل. يلا بينا يا حاج. يلا بينا يا ابني. الحسنات قال اللي ما شايفلك حسنه واحده حتى في قفاكي جاتك الهم.
ناطي بيتك خططيني هتحطي نفسي في داهيه. انت مش عارفه ان ده حرام وكمان في رمضان؟ حرمت عليكي عشتك انت حرام. في ايه؟ مالك كده مش على بعضك ليه؟ انت مش شفتوش وهو داخل كان ضارب ازاي بوت قد كده شبرين وما كانش طايق ولا واحده فيه؟ واخدها من ايديها وداخل على اوضتها رغم ان النهارده مش يومها. اولا من ساعه ما اتجوزنا وهو ما حددش لاي واحده فينا يوم معين، سايبها حسب الكيف كده زي ما بيقولوا. ثانيا يا اختي وماله؟ ما يمكن يكون في حاجه مهمه عايز يقولها لها. عبيطه انت كده دايما عبيطه. افهمك ازاي؟ مش ممكن يعني ايه؟ يعملها؟ يعمل ايه يا اختي؟ ويطلقني؟ ما طبيعي ما مين هيطلق غيرك يعني؟ باين لا سمح الله اتخضيتي قوي، يعني هي دي عدت ولا هيشتريها؟ لا يا اختي، اصل انا كل ما اسمع السيره دي قلبي بيترعش كده مش عارفه ليه. بقول لك ايه؟ اتكلي على الله، سيبيني بقى، سيبيني، انا مش فاضيه لك. سميح ايه التاني بقى؟ لا يا اختي حرام، ده ربنا قال ولا تدسس، خلاص خليه يروح يتجوز بقى. لا ما يتجوزش، نتصنت. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم، كل ما أشوفهم أحس بقيمتك أكتر واستغرب. أقول إزاي هم يا ربي بالسواد ده وإنتي بالحنية دي؟ سادة الليال البطن قلابة، ربنا بيهدي النفوس يا حاج. إخواتك يا أنهار، اخواتك طمعانين فيا بزياده، مش هياخدوا غير نصيبهم يا اخويا. ما هو نصيبهم اللي هم عايزينه ده مالهمش حق فيه. نصيبهم مش اللي يعزوه، نصيبهم هو اللي يستاهلوه. وبعدين انا عايزه اقول لك ان الكره لما بيعشش في القلب بيعمل عين والعقل، بيخلي الواحد مش عارف هو بيعمل ايه وبيتخبط يمين وشمال. أستغفرك يا رب وأتوب إليك. طب يعني يا نهار، لو جه اليوم اللي خيروكي بينهم وبيني؟ اوعى تكمل، ده اللي بينا أقوى من إنه يتقال علشان يتوصف. ده اللي بينا أقوى من الدم اللي رابطني بيهم. ده أنا حتة منك وإنت كل حاجة فيا، حتى لو كنت ركن صغير في بيت شركة مع حد. يا نهار، هو الفجر جدا ولا لسه؟ لا يا اخويا خد راحتك، ده فاضل له يجي ساعة ونص كده. طب انا اروح ابص بص على العيال كده بسرعة وارجع. اوعي تنام. لا انام. يا ولاد ال لو قربت مني الواد هيصحى مسروق. انا بقول لك اهو تتحامي في الواد يا سميحه، وانت عايز تمد ايدك عليا من امتى يا فواز؟ واحنا من امتى بنتجسس على بعض يا حبيبي؟ من ساعه ما بقيت غامض وبتخبي علينا. غامض غامض؟ واحد ومراته في اوضه النوم، عايزين احط لك كاميرات عشان تشوفينا. اه يا ربي، ايه اللي بتقوعي ليه دلوقتي؟ انت مش شايف نفسك عامل ازاي؟ لا اله الا الله، هو ده الحاج فواز يا ناس؟ اسم الله عليك يا حاج، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي جرالك؟ اتغير بعد غيبه 10 ايام تعمل كده؟ بدل ما تيجي تطبطب عليا وتقول لي وحشتني يا سميحه، بحبك يا سميحه، اخبارك ايه؟ دي جزاتي؟ جزاتي اني بحبك وبموت فيك وبغير عليك وعايزه اطبطب عليك واعرف مالك؟ نيمي الواد في سريره يا سميح. مش منيمه يا فواز، خليه يشهد على اللي انت عايز تعمله في امه. يا ولية انا عملت فيكي حاجه؟ اهو بتزعق زعق، يلا زعق، اسرع للواد عشان يطلع معقد نفسيا زي امه اللي محدش تقي لها كلمه في البيت ده. ما تطلعيش ضربين يا سميح. بتحاسبني عليا؟ روح يا اخويا اتشطر على الوليه اللي عامله نفسها رهبه اللي وزتني عشان اتصنت عليكو. ماشي يا سميحه، هوريكي وهوريها. ايه
فاكراها هتخيل عليا يا هدى؟ ده اللي ربى خير من اللي اشترى، اللي ربى خير من اللي اشترى. انا عايز اعرف بقى الصلاه اللي بتصليه ربنا ليل ونهار ده ما قالكيش ان التجسس والتصنت حرام؟ ولا ده منظر عاملاه قدامنا؟ منظر بتشتغلينا بيه؟ حقك عليا يا حاج، والله العظيم ما كانش قصدي. انت يا هدى، انت يا هدى، ما تعذبنيش اكتر من كده يا حاج، اكتر ما انا معذبه نفسي. حقك عليا والنبي، توبه توبه مني، نوبه ومش هتتكرر تاني ابدا. ده انت اكتر واحده عارفه ربنا، وده اللي مخلي ليكي مكانه عندي. ما انا اخويا ما استحملتش اللي قالته سميحه. قالت ايه بقى سميحه؟ قالت يا اخويا انك هتعملها تاني. هعمل ايه تاني؟ وانا كل ما اكلم واحده تعوقلي. قالت ايه سميحه؟ قالت انك ناوي تعملها تاني وتتجوز. ناوي ايه؟ والله العظيم ده شطان وداخل فجأة علينا، واديني جايبة لك البت سميحة معايا اهي علشان تعتذر لك وتبص على راسك. والبت هودة دي غلبانة، هي البت هودة بتاعت الكلام ده، دي هبلة. والله شطان داخل علينا فجأة. أنا مش طايق خلت حد فيهم، أوعى. عاجبك كده؟ عاجبك؟ وأنت هتولعي لي في البيت يا هدى؟ هتولعي في البيت يا هدى؟ خليكي معايا هنا وقولي كان بيقول لك إيه؟ يا أختي هو لحق يقول حاجة؟ ما أنت دخلتيلي زي القضا المستعجل. قال لك يا أختي إنه هيتجوز؟ لا ده أنت طاعته خالص. عاجبك كده؟ أهو الفجر بيقدر. أوعي. لا براحتك، انت في بيتك تتصنع تعمل اللي انت عاوزه. لا اله الا الله. انا بقول يا جماعه نروح نصلي الفجر عشان نخرج الشيطان اللي داخل علينا فجاه ده. او النبي يا اخويا داخل علينا فجاه. يلا يا بنتي يلا خلينا نصلي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لما فكرت اخد الارض دي انا عليا مجنون. مين هيجي لك؟ انت عندك تلات ولاد في اماكن حيه بتشغي بشر، واديكوا شايفين المكان بقى عامل ازاي، والمول جرى رجل ناس كتير، وهي ناس اهي بتحاول تعمل زيه كمان. غير اني بتفائل بالمول ده لانه رقم اربعه، وانتوا عارفين انا بحب رقم اربعه قد ايه. ما شاء الله يا باشمهندس. لا الله ينور عليك يا حاج. قول لي بقى الالوان هتبقى عامله ازاي؟ الالوان احنا كنا مجهزين العينات دي. ايوه دي الوان الواجهه من بره زي ما انت شفتها. وده لون الكوريدور، ودي هتبقى الوان المحلات من جوه. دي الوان المحلات من جوه؟ ايوه. مش محتاجه تتغمق شويه ولا يا زكي؟ تتغمق طبعا يا حاج. مش كده؟ يبقى نفتحها. فتحها يا باشمهندس على الاخر، عايزها فريحي عشان الزبون لما يخش يفرح. يفرح يا زكي، الزبون لما يخش يشتري. يشتري يا حاج. ويفرح برضه ما تقفش. تمام تمام يا حاج. اتفقنا يا باشمهندس؟ اتفقنا يا حاج. بس والنبي انا عندي بضاعه بملايين مرميه في المخازن عشان خاطري. لا ولا يهمك يا حاج، ان شاء الله بنهايه المهله كل حاجه هتبقى تمام. على البركه. حاج فواز، حاج فواز، اطلع يا شادي. مستنيه بقالي مده بس هو اللي اتاخر. اتفضل يا سليم بيه، اتفضل. نفسي اقول لك تشرب ايه، انما رمضان كريم بقى. الله اكرم. انا ما بيجي على مكان شغلك الا لانه عندي شغل معك. انا تحت امرك. انت ليه دافن نفسك؟ شغلتك في الى سوق عطشان، واسمك حلو، وشغلك كله مطلوب. ايدي على كتفك. يعني انت بتعرف انه في عرب كتير في دول اوروبا وجنوب شرق اسيا، وستاتهم ما بيلبسوا غير العبايه والحجاب، وبدل ما تستورد خامات من تركيا بتصير بتصدي. شو رايك؟ ده كلام موزون، بس عايز قاعد على رواقه كده عشان يتوزن صح. يعجبني دماغك. انا تحت امرك في اي وقت، امرني وانا بجيلك. لا لا انا اللي تحت امرك، هاجي لك اشرب الشاي ونقرا الفاتحه. فاتحه؟ ما احنا قريناها. لا لا، فاتحه العروسه. عروسه؟ قصدك بنتي مايا؟
شو رأيك؟ أنا من رأيك. بسم الله إن شاء الله. تسلم إيديكي. هلا فيني أعرف أنت ليه مستعجل هالقد؟ مش أنا اللي مستعجل، أبوك اللي مستعجل. عايزنا أسافر معاه في صفقة عشان تتم. فقلت نخليها شهر عسل. أنا فين وفين لما بعرف أخلع من الشغل. إيه بس أنا كتير بخاف من الاستعجال. مش بيقولوا العجلة من الشيطان؟ مش أحسن لما نسيب له فرصة يلعب مع النفس الأمارة بالسوق؟ عن مين عم تحكي أنت؟ الشيطان، ربنا يبعدنا عنه. شوفي يا عم، أنت عششتي هنا ومش هتخرجي ولا بالطبل البلدي. يبقى نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نحصن نفسنا باللي حلله لنا ربنا. يلا الفاتحة بقى كده وإحنا في رمضان عشان تحصل البركة، وهتحصل كده كده إن شاء الله، لأنه كله بما يرضي الله. ايه بس انا لازم اخد وقت حتى اكون جاهزه وحضر حالي فواز. انت كده بقى مش عايزانا نستفيد من خبره السيد الوالد. انت اللي شكلك بدك تضحك علي وتتجوزني على السكت. انت هربان من شيء؟ لا اله الا الله. هو الواحد لما يلاقي اللي بيدور عليه طول عمره ويبقى عايز يمسك فيه بايده واسنانه ويبقى هربان من شيء؟ لك يا فواز انا بعدني ما بعرفك. وهو في اقرب من الست لجوزها علشان تعرفه. الراجل قبل الجواز بيبين احلى ما عنده. انا بقى الحلو عندي بعد الجواز. قلت ايه؟ لك ايه بس؟ بس ايه؟ قدمي المشيئه وكله هيمشي بما يرضي الله. طب خلاص يلا تشوفه. يبقى على بركه الله، يبقى الخميس اللي بعد العيد زي ما اتفقت مع الوالد. الف مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. ما انت عارفه لما يحصل ان شاء الله. الحمد لله. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ ايه هيكك اول؟ ايه يا عم؟ انا عملت ايه؟ تقدر تقولي الجوازه اللي هتتجوزها دي هتبقى نمره كام؟ يا عم ما تقطعش، مش قلت لك خلصت؟ ده لسه بالي لسه كلام يعني ما حصلش. لما يحصل ان شاء الله هتبقى الجوازه نمره كام؟ الرابعه حسب شرع ربنا، كله بما يرضي الله. انت عاوزني اقوم افرج عليك القهوه؟ رابعه ايه؟ هما الخمسة اللي قبل كده يا فواز مش كانوا برضه الرابعة 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 الرابعة؟ قول بسم الله ما شاء الله. لا اطمن مش هتحسني. هو انت بيحوق فيك حاجة؟ لا 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 يا حد، هو مش الواحد مننا الراجل في بيته بيسيب أوضة كده لمزاجه في البيت يقولوا عليها أوضة المسافرين، والناس اللي فوق شوية يقول لك دي أوضة الضيوف، والناس اللي هما النخبة يقول لك اوضه مكتب. الغرض ايه؟ اوضه في البيت متسابه لمزاج راجل البيت، يشوف ده يقابل دي يقعد مع نفسه. انا الاوضه الرابعه اللي عندي دي مخليها لمزاجي، ارتاح فيها شويه بالحلال وبما يرضي الله. يا ابني افهم، حريمك كلهم ما فيهمش واحده فيهم فيها عيب. بلاش بقى تتشرق بشرع ربنا وتعلق عليه فراغة عينك. إذا كان ربنا نفسه سبحانه وتعالى ادينا الرخصة دي عشان عارف طبعنا يا حاج منهم، مفيش راجل على وجه الأرض على وجه الأرض مهما كان مخلص ما راحتش نفسه كده الواحدة بالنظر بالتمني أو بالحرام. بقى استغفر الله العظيم يا رب، إحنا بشر. لا يا فواز، لا يا ابني، انت كده بتظلم، والخير اللي بتعمله كل ده نقطة في بحر الظلم. ما تنساش نفسك يا فواز يا ابني. والله يا حاج واحس بنفسي، انا بلاقي نفسي كده روحي رايحة وحالي متشقلب ومش عارف ايه اللي بيجرالي، ولاقي الكلام بتكرر على لساني وفجأة قصاد المأذون. وبعدين يا حاج انت لو شفتها، يا لو شفتها مش هتمسك نفسك. يا سلام، الدرجة دي حلوة يعني؟ حلوة يعني حلوة، بس بسبوسة مقرمشة وغرقانة في زبدة. تاخد حتة من الطرف؟ يا ريت. يا حاج في ايه؟ مش قلت احنا بشر؟
السلام عليكم رجاله. اتفضل يا حاج، بص بنفسك واطمن. تعرف فواز قلقان قد ايه على البضاعه دي؟ اه طبعا يا حاج، ايه البضاعه متخزنه ايه وفي انتظار الفرج. الله ما انا فاهم، كان لازمته ايه المول ده؟ سايب بضاعه بملايين مرطرطه كده، ومهندس الديكور قال ايه لسه بيفهمني فيها، ربنا يستر. هانت يا حاج. انا عاوز حراسه جديده على المخازن يا مرسي. انت عارف السوق بلاوي والعين علينا، ومفيش اكتر من اللي بيكرهوا الخير للناس. حصل يا حاج، والدنيا متامنه على الاخر. ماشي، خليك على اتصال بيا، ما تشغلش فواز باي مشكله، سيبه في شغله. تحت امرك يا حاج. انا مش عاوز حد من اللي هنا يبقى ناقصه حاجه، انا عاوز عينيهم تبقى مفنجله. انا معاهم يا حاج، ما تخافش. ربنا معاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. هتزود الحراسه شويه يا مرسي. من عناية يا حاج. الله، حلو قوي الجهاز ده يا بيبي. انت عارف ده بقى يخليني افضل محافظه على رشاقتي طول العمر. ورخيص على فكره يا فواز، مش غالي. طب تغير لنا البتاع ده بقى عشان تصدعني. استنى ونبي يا حبيبي شويه. بيبي بقول لك ايه؟ ما تشتري اللاصقه السحريه. لاصقة ايه يا اختي؟ سحرية يا حبيبي. سحرية؟ وانتي ناقصة سحر يا حبيبتي، ما انتي سحريني اهو. شفتي الاعلانات بتاعتنا؟ شفتها، بس بصراحة ما عجبتنيش. البلد بلدي قوي. وماله البلد؟ وحش البلد؟ مش وحش. انتي بنت ملك محلاوة كده النهاردة. يعني انا طول عمري حلوة، بس انت اللي مش واخد بالك من الزحمة اللي حواليك. سيبك من الزحمة، تعالي. وحشتك؟ قوي. قد ايه؟ لا اخلصي كده الفجر هيت. حاضر يا راجل. تعالي بس بقى. ده مين الرخم اللي بيتكلم دلوقتي؟ عليا النعمه دي واحده من القرشانات اللي بره، عايزين يبوظوا ليلتي. الو. هما؟ الو اي. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ في ايه؟ ليله سودة، في ليله سودة، انا جاي دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ليلتك يا سميحة. مالها؟ مصيبة. لو النبي حق.